عندهم كبسه امبارح على تجار سلاح، رفاعي استشهد وزناتي اتصاب. حد غيرهم جرى له حاجه؟ لا يا فندم. الواد زناتي فين دلوقتي؟ في المستشفى. طب يلا بينا. على فين يا باشا؟ زياره المريض واجبه برضه، ده واحد من رجالتنا. لا ايه؟ ماشي يا باشا. على السلامة زناتي. الحمد لله جت سليمة. الله يسلم عمر سعادتك يا باشا. ده احنا زرنا النبي. والله سعادتك وريك عليا حلفان لو اعرف ان سعادتك هتشرفني بالزيارة دي كنت ضربت نفسي بالنار من زمان. يعني انت اللي ضربت نفسك بالنار ولا ايه؟ لا يا باشا انا ما اقصدش لا مؤاخذة. انا قصدي يعني لو اعرف ان سعادتك هتشرفني بالزيارة دي كنت ضربت نفسي بالنار. يا سيدي اهو من غير ضرب نار، ان شاء الله الفترة اللي جاية هنشوف بعض كتير قوي. هتشرف بسعادتك يا باشا طبعا. تسلم يا زناتي. بالمناسبة قال الله في رفاعي قالوا انه كان صاحبك وحبيبك قوي. الا كان صاحبي يا باشا، ده كان اكتر من اخويا. الله يرحمك يا رفاعي. والله يا باشا اوريك على حلفان ما مصبرني على المصيبه السوداء دي غير انه مات شهيد زمانه متهني في الجنه ونعمها. ربنا يكتبها لنا. ولا انت ما تحبش نهايتك تبقى زي نهايه رفاعي؟ اعوذ بالله يا باشا، ربنا ينولها لنا وانا طول يا رب. المهم احكيلي بقى ايه اللي حصل. اقول لسعادتك يا باشا. اتفضل. احنا نزلنا المأمورية وتحركنا زي ما طارق بيه حاطط الخطة بالظبط. طارق بيه ده ابن حلال قوي، واضح انه بيحبك. وانا والله يا باشا ربنا يعلم انا بحبه زي اخويا الكبير تمام. المهم كمل. بس سعادتك اتحركنا من المرحوم رفاعي، دخلنا زوق ضلمة كده ومشينا جنب الحيط عشان نوصل في اخره للسور، السور بتاع البيت لمؤاخذة يعني، وننط جوه لحد ما بقيه الرجاله يحصلونا من الناحيه الثانيه. وكان قرار مين بقى انكم انت ورفاعي تخشوا من الزقاق؟ ما انا قلت لسعادتك يعني طارق بيه هو بيحط الخطه. ايوه يعني هو كان قرارك انت ولا قرار رفاعي ولا قرار كنتوا الاثنين ولا قرار طارق بيه؟ يعني سعادتك هو يعني كان قراري وقرار طارق بيه، بس سعادتك طارق بيه ليه طريقه معينه كده يعني في الشغل، يعني بيفكر مع رجالته بصوت عالي عشان نوصل لاحسن نتيجه يعني. ديمقراطيه يعني. على فكره الديمقراطيه حلوه في الشغل. شفت لك انه بيحبك وبيثق فيك وبياخد رايك اهو في كل حاجه. وبعدين؟ بس سعادتك اول ما اتحركنا والمرحوم رفاعي في الزوق الضلمه ابتدى ضرب النار من الناحيه الثانيه، مشينا جنب الحيط عشان ما حدش يحس بينا. بعدها طلع في الضلمه كده عيل من عيال المعلم ابو سنه ولاد الحرام وضرب رفاعي بالنار وجري في الضلمه على غفله. يا ساتر على غفله؟ طب انت عملت ايه؟ انا طبعا اتخذت سعادتك اول ما شفت المرحوم الله يرحمه سايح في دمه ما بقتش عارف اعمل ايه. فاهمك يا زناتي. وبعدين؟ قلبت فيه يمين وشمال لقيته قاطع النفس يا ولدها، عرفت انه قابل وجه كريم. قمت اضرب نار بشكل عشوائي كده في الضلمه. الواد كان خفي في الضلمه الدنيا ككحل لسعادتك. طب وانت اتصبت ازاي؟ ما انا هكمل لسعادتك جاي لك في الكلام اهو. تعالى انا مستنيك. وانا ماشي سعادتك كده طلع عليا في الضلمه عيل تاني. ده واد تاني غير الواد الاولاني اللي ضرب رفاعي بالنار. سعادتك دوك هخفف في الضلمه معرفش راح فين مصيبه. باب الحرام. كمل يا زناتي وبعدين. المهم سعادتك من هنا وقعنا في الارض لما الواد نط عليا في الضلمه والطبنج وقعت من ايدي. هو شد وانا شد وكان في فرد بلدي لما وظف ايده راح ضربني بالنار. سحت في دمي وهو جاري ورا زميلي. باب الحرام. كمل يا زناتي وبعدين. بس سعادتك حاولت اوقف النزيف لحد ما الرجاله جولي. على كده بقى العيال دول اللي اتمسكوا مع العيال اللي اتمسكوا في بيت ابو سنه. هربوا ولاد الحرام، في رجاله كتير هربت يا باشا. ما هم ولاد حرام صحيح. هيعرفوا يهربوا اكيد. مش فاهم مؤاخذة سعادتك. يعني اللي يعرفوا يقتلوا رفاعي ويضربوه بالنار اكيد ولاد هرمة ولاد حرام. ولاد الحرام دول اكيد هيعرفوا يهربوا. بس هيروحوا فين يا باشا؟ ورحمة رفاعي مع سابهم وهجيبهم واخد طاري منه واخد طار رفاعي كمان. اصلك ما تعرفش يا باشا وكان بالنسبة لي ايه؟ كان اكتر من اخويا. الله يرحمك يا رفاعي. الله يرحمه. الحمد لله على السلامة يا ماما. الله يسلمك يا حبيبتي. والله البيت كان مظلم من غيرك. أنا افتكرتك هتقعدي مع سامح شوية. أكتر من كده؟ يا دوبك يا بنتي، انا من ساعه ما خلصت العمره وانا قلت يا دوبك بقى انا عايزه انزل مصر وحشتني قوي. وبعدين كمان ما يصحش اسيبك في الظروف اللي زي دي. ظروف؟ ظروف ايه؟ بسم النبي حارس وسليم.
واحنا مالنا مال سليم؟ مش هرب؟ اضمن منين انا بقى انه ما يتعرض لكيش؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا ماما؟ ما هو مجرم. اولا سليم مش مجرم، ثانيا مش معنى ان انت مش بتحبيه انك تصدقي عنه اي حاجه تتقال. الناس كلها بتقول كده مش انا، ان هو مجرم وقتل قتله كمان. كذب وظلم بقى. انت عايزاني اكذب كل الناس واصدق ابن ناديه؟ والله يا فريده ده لو كان ساحر لك ما هتدافعي عنه بالطريقه دي. يا ماما يا ماما، انت عاشرتي سليم ومربياه من وهو صغير، ما ينفعش تصدقي ان هو يعمل حاجه زي كده. ولما هو بريء ومظلوم هرب ليه؟ علشان ما كانش عنده حل تاني. ولا انت عايزاه يقف يتفرج على نفسه لحد ما حبل المشنقه يتلف حوالين رقبته؟ فريده، هو المخفي ده كلمك؟ لا طبعا. امال انت جبتي الكلام ده منين؟ من جوايا يا ماما، من نفسي، من عشرتي لسليم ومعرفتي بيه، من الايام والسنين، من واحنا صغيرين لحد ما كبرنا مع بعض، من الخير اللي ساعدنا بيه مامته انا وهو، من جمايله اللي مغرقه الكبير قبل الصغير، واولهم احنا. سامح اخوكي، عنده حق، احنا فعلا ما ينفعش نسيبك لوحدك اكتر من كده. تفتكر يا ست اللواء ان كل اللي بيحصل ده مجرد صدفه؟ يعني صدفه ان رفاعي هو الوحيد اللي يموت من الرجاله في الحمله دي، وان زنات يبقى موجود برضه صدفه؟ ده واد كذاب وملاوع، كذاب وملاوع وبتاع ثلاث ورقات. فاكر يا ست اللواء؟ فاكر زمان يا ست اللواء لما كنت بتقول لي يكاد المريب ان يقول خذوني اهو الواد ده؟ لا وايه؟ كذب متستف قوي. بس تفتكر يا ست اللواء انهم هما اللي بيعملوا كل الحاجات دي وبيرموها على سليم عشان يداروا على حاجات تانية وترمخوا على الموضوع كله وتلبسوها في الآخر لسليم؟ عارف، عارف يا ست اللواء، أنا أحياناً بسرح بذهني كده وبتخيل إن سليم هو اللي بيقتل كل الشهود اللي شاهدوا ضده، بس اكتشفت إن ده فيلم هندي مش راكبة يعني معايا. ده احنا مستنيين النيابة والطب الشرعي اللي انا متأكد انهم مش هيجيبوا اي نتيجة ايجابية. عارف يا ست اللواء، انا ايه اللي سخنني قوي على سليم وخليني مصر ان اقبض عليه واقدمه للمحاكمة؟ انا شايف انه شبه اللي ظلمك زمان، لكن بعد ما اتأكدت انه مظلوم قررت احط ايدي في ايده وافضل معاه لحد ما اثبت براءته، عشان اللي حصل لك زمان ما يحصلش لاي حد تاني. خير. ايه اللي في ايدك ده؟ ابدا، ده انا جايبه لمهند الجرنان. جرنان؟ يا ست ام هند، لو ما جبتلهاش الجرنان كل يوم الصبح تطين عيشتي. اصلها بتحب النظافه زي عينيها، لازم كده تفرش الجرنان تحت الاكل في الثلاث طقات. ماشي، طب هات الجرنان ادولها. لا ما اقدرش، ما انا بقول لك تطين عيشتي. يا ستي ما تخافيش، هات انا ادولها. ما تقلقيش، روحي انت.
جريت. انت متسلط عليا ولا ايه؟ جرى يا حاج، ما تهدى شويه، احنا في المكتب. انت مش سامع كلامه انا جد؟ ايه انتوا فاكرين اني سفاح ولا قتل قتله؟ معاش ولا كان اللي يقول عليك كده يا عم الحاج، ده انت سيدي الناس. شوف الواد وبروده، لازمتها ايه السخونيه بس يا عم الحاج؟ وبعدين انا مش عارف سعادتك زعلان ليه يعني؟ لو حد المفروض يزعل يبقى انا يا حاج. انا اللي خسرت صاحب عمري بسبب ورطتي معاكوا يا حاج. نعم اخويا خسرته ليه؟ مات لوحده اياك. ده لا مؤاخذه ما ماتش لوحده يا حاج، بس انا بسبب ورطتي معاكوا عشان تحموا تامر بيه لا مؤاخذه عملت اللي محدش في الدنيا يقدر يعمله. انت هتعد عليا يا جمال يا واد بالمصايب اللي عملتها؟ هو ده اللي كان ناقص يا حاج؟ زناتي ما يقصدش، هو احنا في بينا جمايل برضه؟ لا لا مؤاخذه يا متر، مفيش جمال بس في بينا حسابات، والمثل بيقول لو كنت اخواتي اتحاسبوا. انا وصلني نص مليون جنيه، فاضل لي نص، واظن كده ما فاضلش حاجه. رفاعه وتايسون الله يرحمه، وسليم هربان ومتورط في القضيه وما عندوش خرم ابره، يبقى كده ما فاضلش غير احنا الاربعه، انا وسعادتك والحاج لطفي وحماد بيه. انا اللي عندي خلص كده، فاضل اللي عندكم لا مؤاخذه. هات الموبايل اللي عليه الفيديو وخد بيد حسابك وانفضها سيره. لا لا مؤاخذه يا عم الحاج، الا الموبايل. الموبايل ده هيفضل في حضني لحد ما اقابل وجه كريم. ده الضمانه الوحيده ان سعادتك الشيطان ما يلعبش في دماغك وتسلمني وتقول اخلص منه من قرف. عيب كده يا زناتي، واحنا برضه ممكن نعمل معاك كده يا ابني. وما تعملوش كده ليه يا متر لا مؤاخذه؟ عشان تقطعوا عرق وتسيحوا دم. انا شايف رقبت روحين، وعارف لما اظن نفر مننا لما يخاف ممكن يعمل ايه. انا كده الليله خلصت، اخد فلوسي ولما اظن الحاج يعزلنا على اكل الكباب وكفته ونيفه كده، ومناسبه ان الليله السوداء دي خلصت. امين. ماشي يا زناتي، وفوق الكباب وكفته والنيفه لحمه راس. يدوم عزك يا حاج. قتلوا الرفاعي يا ولاد الكلب. هدي نفسك يا بيبه، خلاص هي كده كده باظت. حاسس اني بجري ورا شياطين، كل ما امسك خيط يقطعوه يقفوا يتفرجوا عليا ويضحكوا. واحد الله يا بيه، ربنا اكبر من كل دول، وايده مع المظلوم. لا اله الا الله. زناتي هو اللي قتل الرفاعي. يا نهار اسود، ازاي؟ مش انت بتقول انهم اصحاب الروح بالروح؟ زناتي ملوش صاحب، ده عيل وسخ. مش بعيد كمان هو اللي كان قتل تايسون، حتى لو مش هو اللي قتل اكيد سلم له تجار السلاح اللي كانوا رايحين يجيبوه. لا حول ولا قوه الا بالله، هو نصيبنا كده وخلاص؟ لا يا ابراهيم، مش نصيبنا ان احنا نفضل هربانين زي المطاريد ولا نندب زي الولايه. طب والعمل يا بيه؟ حد قوم ما هسيبه. والله كان وحشني اكلك يا ماما. يا بكاشه، انت عارفه امك برضو بتاكل من الكلام ده؟ ده مين اللي حماته وبتحبه؟ قصدك مين السخيف اللي جاي لنا على الغدا؟ مساء الخير يا نسا فريده. يا ترى ممكن اخد من وقتك خمس دقايق بس؟ مين يا فريده؟ ده الظاهر يا ماما ان انا قافله على حد، بس هروح احرك العربيه واجي على طول. انا اسف جدا يا نيسه فريده، ما كنتش اعرف ان والدتك رجعت بالسلام. ليه؟ وهي رجاله حضرتك اللي ماشيه ورايا ليل ونهار، ما قالتلكش اني رحت اجيب ماما من المطار؟ لا الحقيقه بلغوني، بس يمكن من كتر الشغل نسيت. خير يا صلاح بيه؟ ابدا، انا بس مندهش، انت ليه ما دخلتنيش وعرفتيني بوالدتك؟ وهو انت جاي علشان تتعرف على والدتي؟ لا مش القصد يعني، بس ده تصرف مدهش منك يعني. علشان ماما بتكره سليم وما بتقش تسمع سيرته، وبعدين زيها بقى زي اي ام، اكيد مش هتنبسط لما تلاقي ظابط جاي يحقق مع بنتها. مين قال بس ان انا جاي احقق معاك يا فريده؟ امال حضرتك جاي ليه؟ بص يا فريده، انا جاي عشان ابلغك رساله تبلغيها لسليم. وانا اعرف سليم فين علشان اديله رساله. فريده، انا متاكد انك بتتصلي بيه، طالما بتتصلي بيه يعني عارفه مكانه. انا عاوزك توصلي له رساله،
تقولي له ان احنا لقينا بعض الخيوط ممكن تؤدي للبراءة ولو جزئيا. اقنعيه بانه يجي ويسلم نفسه، وقولي له ان هقف جنبه واحط ايدي في ايده لحد ما اثبت براءته. لكن طول ما هو هربان كده انا مش عارف اعمل له حاجه. قولي له صلاح الدوخي بيقسم بشرفه انه لو سلم نفسه انا هفضل معاه وهتبقى ايدي في ايده، لكن لو فضل هربان غالبا انا هفضل وراه لحد ما اجيب وارميه بنفسي في السجن، وساعتها ما افتكرش انه هيعرف يثبت براءته. عن اذنك.